السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احبابي الاعزاء من قناة احباب الرسول الكتاب المصنوع، موعدنا اليوم مع صورة جديدة من صور من حياة الصحابة، تأليف الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. صحابي اليوم هو عمرو بن جموح، شيخ عزم على أن يطأ بعرق الجنة. يقول مؤلف هذا الكتاب: عمرو بن جموح زعيم من زعماء يثرب في الجاهلية، وسيد من بني سلمة المسود، واحد من أجواد المدينة وذوي المروءة فيها. وقد كان من شأن الأشراف الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه في بيته، ليتبرك به عند الغدو والرواح، وليذبح له في المواسم، ويلجأ إليه في الملمات. وكان صم عمرو بن جموح يدعى مناه، وقد اتخذه من نفيس الخشب، وكان شديد الإسراف في رعايته والعناية به وتطهيره بنفائس الطيب. كان عمرو بن جموح قد جاوز 60 من عمره حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا بيتا على يد مبشر الأول مصعب بن عمير، فآمن على يديه أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد، وترب لهم يدعى معاذ بن جبل. وأمرت مع أبنائه الثلاثة أمهم وهو لا يعرف من أنباء إيمانهم شيئا. رأت هند زوجة عمرو بن جموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام، وأنه لم يبقى من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل من معه، وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه من أن يموت على الكفر فيصير إلى النار. وكان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم وأجدادهم، وأن يتبعوا هذا الداعية مصعب بن عمير الذي استطاع في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس عن دينهم وأن يدخلهم في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال زوجتي: يا هند، احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل، يعني مصعب بن عمير، حتى نرى رأينا فيه. فقال: سمعا وطاعة، ولكن هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ فقال: ويحك، وهل صبأ معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟ فأشفقت المرأة الصالحة على الشيخ وقالت: كلا، ولكنه حضر بعد مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله. فقال: ادعوه إلي. فلما حضر بين يديه قال: أسمعني شيئا مما يقوله هذا الرجل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ فقال معاذ: وأحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبايعه فقومك جميعا قد بايعوه؟ سكت الشيخ قليلا ثم قال: لست فاعلا حتى أستشير مناه فأنظر ما يقول. فقال له الفتى: وما عسى أن يقول مناه يا أبتاه وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق. فقال الشيخ في حدة: قلت لك لن أقطع أمرا دونه. ثم قام عمرو بن جموح إلى مناه، وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفهم امرأة عجوز فتجيب عنه بما يلهمها إياه في زعمهم، ثم وقف أمامه بقامته الممدودة واعتمد على رجله الصحيحة. فقد كانت الأخرى عرجاء شريفة العرب، فأثنى عليه أطيب الثناء ثم قال: يا مناه، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وصل علينا من مكة لا يريد أحدا بسوء سواه، وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادته، وقد كرهت أن أبايعه
على الرغم مما سمعته من جميل قولك حتى أستشيرك فأشر علي. فلم يرد عليه مناه بشيء، وقال لعلك قد غضبت وأنا لم أصنع شيئا يؤذيك بعد، ولكن لا بأس، فسأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب. كان أبناء عمرو بن جموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه مناه، وكيف أنه غدا مع الزمن قطعة منه، ولكنهم أدركوا أنه بدأت رزاز عن مكانته في قلبه، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا، فذلك سبيله للإيمان. أدلج أبناء عمرو بن جموح مع صديقه معاذ بن جبل إلى مناته في الليل، وحملوه من مكانه وذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة يرمون بها أقذارهم، وطرحوه هناك وعادوا إلى بيوتهم دون أن يعلم بهم أحدا. فلما أصبح عمرو جلس إلى صنمه لتحيته فلم يجده، فقال: ويكم من عدا على إلهنا هذه الليلة؟ فلم يهجمه أحد بشيء، فطبق يبحث عنه في داخل البيت وخارجه، فهو يرغي ويزبد ويتهدد ويتوعد، حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة، فغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه، وقال له: أما والله لو أعلم من فعل هذا لأخذيته. فلما كانت الليلة الثانية عاد الفتية على مناه، ففعلوا فيه مثل فعلهم بالأمس. فلما أصبح الشيء التمسه فوجده في الحفرة ملتقا بالأحجار، فأخذه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه. وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم، فلما ضاق بهم ضرعا راح إليه قبل منامه، وأخذ سيفه فعلقه برأسه، وقال له: يا مناه، إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خيرا فادفع الشر عن نفسك وهذا السيف معه. ثم آوى إلى فراشه، فما استيقن الفكر من أن الشيخ غطى في نومه حتى هبوا إلى الصنم، فأخذوا السيف من عنقه وذهبوا به خارج المنزل، وقرنوه إلى كلب ميت بحبل، وألقوا بهما في بئر لبني سلمة تسيل إليه الأقذار وتتجمع فيها. فلما استيقظ الشيخ ولم يجد الصنم خرج يلتمسه، فوجده مستبا على وجهه في البئر مقرونا إلى كلب ميت وقد سلى منه السيف، فلم يخرجه هذه المرة من الحفرة، وإنما تركه حيث ألقوه، وأنشأ يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم ما لبث أن دخل في دين الله. تذوق عمرو بن جموح من حلاوة الإيمان ما جعله يعض غمام الندم على كل لحظة قضاها في الشرك، وأقبل على الدين الجديد بجسده وروحه، وضع نفسه وماله وولده في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا قليل حتى كانت أحد. فرأى عمرو بن جموح أبناءه الثلاثة يتجاهلون لقاء أعداء الله، فنظر إليهم وهو الدين رائحين كأسد الشرع، وهم يرهجون شوقا إلى الشهادة والفوز مرتين، فآثر الموقف حميته وعزم على أن يرجو معهم إلى الجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفتية أجمعوا على منع أبيهم مما عزم عليه، فهو شيخ كبير طاعن في السن، وهو إلى ذلك أعرج شديد العرج، وقد عذره الله عز وجل في من عذره. فقالوا له: يا أبانا، إن الله قد عذرك، فعلى ما تكلف نفسك وما أعفاك الله منه. فغضب الشيخ من قبلهم أشد الغضب، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوه، فقال: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير، وهم يتذرعون بأني أعرج، والله إني لأرجو أن أطعد عرجتي هذه الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم لأبنائه: دعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. فخلوا عنه إذعانا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أن عزف وقت الخروج حتى ودع عمرو بن جموح زوجته وداع مفارق لا يعود، ثم اتجه إلى القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي قائدا. ثم انطلق يحيط به أبناؤه الثلاثة وجمع كبيرة من قومه بني سلمة،
ولما حمي وطيس في المعركة تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده عمرو بن جموح يمضي في الرأي الأول ويثب على رجليه الصحيحة وثبا وهو يقول: إني لمشتاق إلى الجنة، إني لمشتاق إلى الجنة. وكان وراءه ابنه خلاد. فما زال الشيخ وفتاه جالدان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر صريعين شهيدين على أرض المعركة، ليس بين الابن وأبيه إلا لحظات. طبعا وضعت الآن معركة أوزارها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعراء أحد ليواريهم ترابهم، فقال أصحابه: خلوهم بدمائهم وجراحهم فأنا الشهيد عليهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما، اللون كلون الزعفران والريح كريح المسك. ثم قال: ادفنوا عمرو بن جموح مع عبد الله بن عمرو، فقد كان متحابين متصافين في الدنيا. رضي الله عن عمرو بن جموح وأصحابه من شهداء أحد، ونور الله لهم قبورهم.